السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 161 من كتاب فرونسي براتيك المستوى السادس ابتدائي. نواصل مع درس لي بريفيكس اي لي سيفيكس، يعني دوك الحروف اللي كتزاد قبل لو راديكال والحروف اللي كتزاد من بعد لو راديكال وكتغير المعنى ديال الكلمة. مثلا بوسيبل كنزيدو لها قبل لو بريفيكس اي ام كتولي امبوسيبل، بوسيبل ممكن، امبوسيبل ولات مستحيل، زدنا لها بريفيكس. بالنسبه لكلمه مثلا بورتي حمله لزدنا لها ابل، بورتابل كتولي هاتف محمول، اذا وهذا زدنا لها السيفيكس، هذا لان زدنا في الاخر ديال لو راديكال. وغادي نشوفوا القاعده شنو كتقول لنا. جو غتيان، جو غتيان فيها قال لك جو بلاس لي مو، اضع الكلمات بحال هاد القاعده ناقصنا هاد الكلمات هادو، غوفير افون ناتيور غراماتيكال، غوفير هي تعاود الحاجه، افون قبل، ناتيور غراماتيكال يعني الطبيعه ديال النحويه ديال الفعل ديال ديك الكلمه، الطبيعه النحويه ديالها واش اسم واش فعل واش. هنا بريفونيغ يعني هي الوقايه، بريفونيغ قبل ما يجي مثلا المرض، قبل الحاجه ما تجي، فونيغ هنا كنديرو لها بخيب قبل ما تجي، يعني الوقاية قبل ما توصلنا، واضح؟ وعندنا كيلوغرام وعندنا سونس المعنى، واضح؟ هنا شنو غنديرو؟ نبداو من هنا من لو بريفيكس. ياك لو بريفيكس مالو؟ لو بريفيكس قلنا هو الحروف اللي كتزاد وكدار قبل لو غاديكال. لو بريفيكس سي اون سيلاب، هو واحد المقطع صوتي و ان بوتي مو، ولا واحد كلمة صغيرة، فهمت؟ se place le radical se place من دوك الكلمات شنو ناخذو se place avant se place avant le radical هذا se place avant le radical ne change pas la شنو اللي ما كيغيرش ne change pas la nature grammaticale يعني الطبيعه كان سميتو ادفاب كيبقى ادفاب، كان اسم كيبقى اسم، كان فعل كيبقى فعل. ناتير غراماتيكال ما كيغيرش الطبيعه النحويه ديال هذيك الكلمه، واضح؟ هنا شونج لو شنو كيغير؟ كيغير فقط لو سونس، كيغير لو سونس دو مو. بحال اللي قلت لكم قبيله بوسيبل ولات امبوسيبل، بورتي ولات بورتابل، فوالا. هنا اليكسبري ممكن شونج لو سونس، قلنا كيغير المعنى ديال الكلمه، ممكن يعبر على واش لو كونترير بوسيبل، يعني على الضد الممكن. مثلا شنو هو الضد اللي عندنا؟ الضد ديال لو كونترير دو بوسيبل. ولاحظتوا واحد المساله، امبوسيبل راه ما عندكمش في هذه الكلمه، تزيدوها هما هنا غلطا ناسين يكتبوا لكم امبوسيبل، لان حتى هي ديرها هنا. اذا لو كونترير دو بوسيبل شنو هو؟ هو امبوسيبل. هي لو بقيت تقلب عليها تحمقك حيت ما كايناش وما نساوها، ديما فكر بعقلك واخا يكون هنا ما كاتبناش راه تخدم مع عقلك. اذا لو كونترير دو بوسيبل هو امبوسيبل. هنا ولا لا ريبيتيسيون دو فير، لا ريبيتيسيون دو فير هاهي هي هادي refaire مثلا à refaire، مثلا كدير شي خدمه وما كتعجبش اما الاستاذ ديالك ولا والديك كيقول لك à refaire، سير عاودها سير عاودها، زعما راه خصك تعاودها ما عجبتنيش. la mesure نهضروا على القياس، مثلا دو كيلوغرام راه وحده من وحدات قياس الكتله، كيلوغرام la masse، la mesure des masses. هنا لاكسيون بريسيدونت او يعني الفعل اللي سبق، مثلا بريفونير، فونير مثلا المرض اللي كان عاجب فونير، هذه قبل منها بريفونير الوقايه من ديك الحاجه اللي عاجبش، واضح؟ ندوز دابا نكملوا القاعده شنو كيقولوا لنا هنا. هاد لو سيفيكس دابا كملنا البريفيكس، دابا ندوزو للسيفيكس. السيفيكس اش كيقول لنا؟ كيقول لك لو سيفيكس se place après le radical كيجي مور الحروف الاصليه. لا لو سيفيكس قلنا se place après le radical. la nature grammaticale du mot change يعني النوع ديال
الطبيعه ديال الكلمه تتغير، هنا بريفيكس ما كتغيرش فهمت، ولكن هنا السيفيكس كتغير. مثلا نقولوا مثلا لافي، لافي غسل ان فيرب، كتقول لافاج سي ان نو، لافاج بلاصه فين كنوصلوا لافاج ديال الطوموبيلات، اذا سي ان نو، اذا ها هو كان فيرب ولا نو، اذا لا ناتور غراماتيكال ديالو كتغير. دي مو شونج لو سونس دي مو شونج، المعنى ايضا هو كيتغير. شتي قلنا لافي غسل، لافاج المكان ديال الغسيل. هنا مثلا اور او اوز ماشين، ايكوتور فهمت، راه اسم آلة بحال عندنا في العربية اسم آلة، نون دو ماشين ايكوتور يعني داك اللي كنسمعوا بهم. جو مني جات، جات من ايكوتي، ايكوتي ايكوتور، واضح. زدنا لهذيك اور ولات حاجة أخرى، ولات اسم آلة، كانت فعل ولات اسم آلة. هنا يون ولا اج يعني كتعبر على اكسيون، ريفيزي ريفيزيون، ريغلي ريغلاج، فهمت، هما كيكون افعال وكيوليو اسماء. مون هنا كيولي ادفيرب، مثلا كوريكت كان نو ولا ادفيرب، كوريكت صحيح، كوريكتومون بشكل صحيح. فهمتوا دابا الفكره كيفاش؟ واضح. ندوزو لجومونطخين، هنا قال لك جو رولي لو بريفيكس او راديكال كي لوي كوريسبون، نلاقي لو بريفيكس يعني دوك اللي كيكونوا قبل لو راديكال مع لو راديكال اللي صالح له. مثلا اوتو، اوتو موبيل، اوتو موبيل فيها تكون هي هادي، اوتوموبيل هي سياره، واضح. هادي بري، بري ممكن تكون بريفوار، ممكن تكون بريكوسيون، ممكن تكون صافي هادشي اللي ممكن تكون بريفوار ولا بريكوسيون. نديرو هنا بريكوسيون لان فوار مازال نحتاجوها في حاجه اخرى، بريكوسيون من الاحتياطات، لي بريكوسيون واش خديتي الاحتياطات اللازمه. هنا دي شنو نقولو، دي باسي، دي باسي ممكن تبغي تضوبل شي واحد كتقول له جو في لو دي باسي، يعني غنضوبلو الطوموبيل ديالي، تزيد في السرعه وكتضوبلو. ديباسي اتجاوز، اتجاوز. هنا رو، رو شنو، روفوار، كتقول شي واحد اورو او روفوار، الى اللقاء تنشوفو روفوار. دابا حنا مشاو فين، فوار كنشوف، ولكن روفوار نعاود نشوف، كتسمع رو ديما شي حاجه كتعاود. هنا ان الضد ديالها ان بريدون، بريدون ان بريدون، بريدون هو المنتبه، ان بريدون غير منتبه غير حذر يعني ما كيردش البال. ندوزو السؤال الثاني، هنا لاف، هذا دابا لو سيفيك كتغير فيه شي حاجه علاقته مع هذا. لاف ممكن يكون لافاج ديال الطوموبيلات، لافاج ممكن يكون لافور داك اللي كيغسل الطوموبيلات، واضح. هاد لون ممكن تكون لونتور داك اللي كيتقد الحركة، لونتور ممكن يكون لونتومون يعني ببطء، اكسيليري ممكن تكون اكسيليراتور، اكسيليرور، اكسيليراسيون. هنا ريكوموندي، ريكومونداسيون، ريكوموندمون، يعني كاين ممكن كاين احتمالات بزاف. بقي هنا ناخذ وحده لوحده، لاف نديروها مع لافاج بلاصه ديال الغسيل، لافاج. لون نقول لونتومون بطيء، ببطء لونتومون. عندنا اكسيليري، اكسيليراسيون سرعه، اكسيليراسيون شي واحد كيزيد في السرعه اي اكسيلير، والاكسيون اللي دارها كنسميوها اكسيليراسيون. هادي ريكوموندي، ريكوموندور يعني كيدير لا كوموند، كيعطي طلبيه، ريكوموندور، او بيان ريكوموندور يعني اللي كيعطي النصائح والتوجيهات، لي ريكومونداسيون كنسميو ان ريكوموندور. هنا جيكري لي مو اوبتوني، دابا نكتب دوك الكلمات اللي لقيت. مثلا هنا نبداو من هادو فوقانيين، قلنا اوتوموبيل، اوتو موبيل، ثم عندنا
بريكوسيون، طوموبيل راه السيارة باينة، بريكوسيون الاحتياطات، دي باسي تجاوزة، دي باسي. ثم عندنا revoir اللقاء، عندنا impossible، لا imprudent، ما عندناش impossible، imprudent. دابا نبداو بهاد الكلمات اللي كاينين هنا، الكلمات اللي كاينين تما lavage، lavage. ثم lentement ببطء، ثم accélération، accélération. ثم عندنا recommandeur ou la recommandation، اللي بغيتو ديرو recommandeur. واضح، وهكا كملنا لزوج مي فاليو. قال لك شنو قالوا لنا بجو مي فاليو، لاحظوا جيدا، قال لك مون كاماراد، زميلي اي موا وانا، اتيليزون دي مو افيك دي بريفيكس، نستعملوا كلمات بحروف قبل لو راديكال اي دي سيفيكس حروف من بعد راديكال، بو ريكوموندي ا نو زامي دادوبتي سي كومبورتمون، باش ننصحوا زملائنا باش يديروا هاد التصرفات. مثلا شنو هي التصرفات؟ هو انهم يساعدوا مثلا المراه انها تقطع، ان مثلا يشوفوا شي اعمى يساعدوه، انه مثلا يقربوا شي بلاصه اللي عايز ستاسيوني فيها ذوي الاحتياجات الخاصه. واضح، اذا شنو نقولوا؟ نقولوا مثلا ما بيتيت في ايمابل ال ايد سا غران مير ا، شنو نقولوا؟ ا باسي لا شوسي، انها تقطع طريق باغ le passage piéton. اذا كلمات اللي فيها سيفيكس بمعنى passage piéton، لان passage جايه من passé، piéton جايه من pied. واضح، هنا عاود هنا قالك جو بريبار مون بروجي، اعد مشروعي. لتحت السؤال تحت قالك مو appartenant au champ lexical de la sécurité routière، نجيب اسم كلمات اللي مرتبطه بالحقل الدلالي، يعني الحقل ديال المعاني ديال السلامة الطرقية، ويكون عندهم بريفيكس وهنا يكون عندهم سيفيكس. واضح، بريفيكس مثلا نقول اوتوموبيل، هي فيها بريفيكس اوتوموبيل. نقول مثلا بريكوسيون، الاحتياطات اللازمة، بريكوسيون صار ما فيهم بريفيكس وعنده علاقة بالسلامة الطرقية. ممكن نقول impossible، impossible مستحيل. ممكن نقول imprudent، مثلا un chauffeur imprudent، غير منتبه، ولا un piéton imprudent. هنا les mots avec suffixe، مثلا نقول passage، شتو سيفيكس كنستعملو الحروف جاو من بعد لو راديكال، مثلا بيتون، تاني جا من مور لو راديكال بيتون، بيتون. مثلا اكسيليراتور اللي كيزيد في السرعة في السيارة، مثلا كليماتيزور كيكون في السيارة، مثلا شوفاج، ديباناج، إلى غير ذلك. واضح، وهذه هي الصفحة 161، كملناها إلى اللقاء.